مرحبا، اليوم وكل يوم برمضان رح نعلن اسماء خمس رابحين، كل واحد فيهم رح يربح 5000 دينار. بس قبل هيك بحملة وراك وراك كنا عم نحكي للناس لازم تقول استيكر على السيارة عشان تربح. في ناس قالوا لنا طب انا ما عندي سيارة وين احط الاستيكر؟ زي صاحبنا هون يعني عندكم محمد، شوفوا ما ألزه، شوفوا ما احلاه، حاطط الاستيكر على اللابتوب، مبسوط سعيد، بس ناقص يربح. احنا عملنا اشي اسمه دبوس سعادة عشان للناس اللي ما عندها سيارة بس تحطها على وعيها وتطلع تمشي بالبوليفارد او بالشارع، واذا احنا لقيناكم رح نربحكم مصاري. بس لازم تكون زي محمد مبسوط، يعني اذا ما كنت مبسوط ما حتربح. مبسوط حاط دبوس اسمه دبوس السعادة، واضح من اسمه. فصراحة احنا هيك لقينا الحل للناس ما عندها سيارة. بس في ناس زي صاحبنا مهند لازم وراك وراك بكاليفورنيا، فاحنا اسفين يا مهند احنا ما وصلنا كاليفورنيا هالسنه، مع انه كتير فخم اللي عامله صراحه. للاسف احنا بنعتذر انه ما قدرنا نوصل لامريكا، علما انه وصلنا اوروبا، بس بنحاول نساعدك. ايه جد احنا وصلنا اوروبا؟ جد انا مش معكم ولا هذا انا انت اللي مغطي وجهك يمكن. قالوا لي غطي وجهك. بركي ان شاء الله بنجيك مع الكابتن انس على امريكا ومن ربحك، لانه كابتن انس واضح انه ماشي بالحمله وبده يوصلها كل محل بس لو حطها برا الطياره نوقفه هيك بالهواء ناوي يضل مكمل. فهلا في خمسه رح يطيروا من الفرحه لانه رح ينزل بحساباتهم 5000 دينار. خلينا نشوف اسماء الخمس رابحين.